بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الأسبوع الأول من الخمسين المقدسة بتركز الكنيسة فيه على تأكيد حقيقة القيامة وبراهين أكيدة لحدوث قيامة ربنا يسوع المسيح. بعد الأسبوع الأول هتبتدي الكنيسة تتكلم على أبعاد روحية للقيامة زي ما هنشوف في الأسابيع اللي جاية، لكن هذا الأسبوع كله بتؤكد فيه الكنيسة على حقيقة القيامة. بص حبيبي، هو محتمل يصرخ في أي وقت، فهنا في مكان للأطفال، هستنى حضرتك لما تدخل في المكان، نفتح له الباب بتاع المزار بتاع البطارك، فراش بره بسرعة يجيب المفتاح ويفتح له الباب. واللي يعرف دايما يقول له ما يعرفش عشان ما اضطرش انبه. فالكنيسة في الأسبوع ده كله بتقرأ فصل القيامة متنوع، مرة من مرقس، مرة من لوقا، مرة في قراءة لطيفة أو رمزية من إنجيل يوحنا لما قال أنقضوا هذا الهيكل وأنا في ثلاثة أيام أبنيه، دي قريناها يوم الأربع. لكن بقية الأسبوع تقريبا وزي ما أنتوا سمعتوا دلوقتي فصل ماري مرقس اللي هو حدث القيامة لما المريمات راحوا وما لقوش حد في القبر ولقوا الحجر مدحرج والملائكة بشرتهم بالقيامة والسيد المسيح كان قام من الأموات. قبل ما أتكلم على براهين القيامة عايز أقول لكم ترتيب أحداث اليوم بتاع أحد القيامة، لأن طبعا في ناس بتقول آراء متعددة وأحيانا ما بنبقاش عارفين بالظبط إيه اللي حصل، أنه مريم اللي راحت الأول وأنه واحدة اللي شافت المسيح الأول، حاجات زي كده. الترتيب بتاع أحداث القيامة بحسب يعني ما أنا فهمه أنه في البداية راحوا المريمات ومعاهم مريم المجدلية، مريم أم يعقوب، وبعض المريمات زي ما سمعنا دلوقتي في إنجيل مرقس أتينا إلى القبر وكان معاهم الحنوط، علشان كلنا عارفين ان السيد المسيح ما لحقوش يحطوا له اي اطياب ولا حنوط بعد الصلب، دفن على عجله بسرعه جدا جدا، اتحط على طول في الكفن وما لحقوش يحطوا اطياب، فهم كانوا رايحين الصبح علشان يحطوا الاطياب واخدين معاهم الاطياب. حتى الاطياب اللي كان اشتراها يوسف برضو ما اتحطتش، غالبا اتحطت في القبر جنبه كده لكن ما تحطتش وما تغسلش السيد المسيح، وده واضح جدا في صورة الكفن ان الجسد ما تحطلوش اي مواد كيماويه ولا تحطله اطياب ولا تغسل. دي اول مجموعه شافت ملاك زي ما سمعنا دلوقتي وقال لهم لماذا تطلبنا الحي بين الاموات، لا تخفنا، يسوع الناصري المصلوب الذي تطلبناه قد قام، ليس هو ها هنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه، واذهبنا قولوا للتلاميذ والبطرس انهما قام يسبقهم الى الجليل كما قال لك. دي اول حدث، وعند هذا الحدث او قبليه بحاجه بسيطه انجيل معلمنا متى الرسول بيشرح لنا انه الملاك رئيس الملائكه، وتقليد الكنيسه بيقول لنا رئيس الملائكه ميخائيل، نزل من السماء وكان منظره كالبرق ونزل بأجنحته وبمهابته الكبيرة وكان منظره كالبرق ودحرج الحجر وجلس عليه، ومن الخوف منه الحراس صاروا كأموات، يعني بقوا في الأرض زي الميتين. وبعد كده الحراس لما شافوا القبر فاضي ومنظر الملاك السيد المسيح كان قام، فجريوا بسرعة ودخلوا المدينة، فلما اليهود عرفوا قالوا لهم احنا هنديكوا فلوس
وتقولوا إن التلاميذ أتوا وسرقوه ونحن نيام، وإحنا نستعطف بيلاطس والمسؤولين إن هما ما يجازوكوش. كل ده طبعاً مش هيخبي حقيقة القيامة، لكن يبقى المسيح قام في الأول، بعد كده الملاك نزل دحرج الحجر والحراس سابوا المكان ومشيوا لما لا شافوا القبر فاضي وخافوا من الملاك. بعد كده جم المريمات، أول دفعة من المريمات. بعد كده راحوا للتلاميذ والبطرس. إنجيل معلمنا يوحنا بيقول إنه مريم المجدلية، بيركز على شخصية مريم المجدلية. هي النقطة بس اللي نحطها في الاعتبار، إن مريم المجدلية المذكورة في إنجيل يوحنا لم تكن وحدها، هو الإنجيل ما قالش إنها لوحدها، لكن ركز عليها. قال مريم المجدلية راحت الأول وشافوا القبر فاضي وشافوا ملايكة وبس، وبعد كده رجعت هي وبرضو ما قالش معاها حد، لكن برضو ما قالش لوحدها، فهي كان معاها مريم الأخرى، مريم أم يعقوب الملازمة ليها. وجاء بطرس ويوحنا زي ما مذكور في إنجيل يوحنا في القداس عيد القيامة ده اللي بيتقرا، وشافوا القبر وشافوا الأكفان، ورأى القديس يوحنا بيقول رأى وآمن، آمن بالقيامة. بعد كده السيد المسيح ظهر وبدأ يتكلم مع مريم المجدلية، زي ما بقول في إنجيل يوحنا مذكور ومركز على مريم المجدلية بس، لكن هي كانت معاها مريم الأخرى. ولما قال لها يا مريم وجت مسكت رجليه، ده اللي ذكره القديس متى في إنجيله، إنه ظهر لهن وأمسكت مريم المجدلية ومريم الأخرى أمسكت بقدميه وسجدت له. وساعتها ربنا يسوع قال لمريم لا تمسكي بي هكذا، فإني لم أصعد بعد إلى أبي. الكلمة اللي بتترجم لا تلمسيني، الكلمة دي بتحتمل أيضا لا تمسكي بي هكذا، ويمكن الترجمة بتاعت لا تمسكي بها كذا هي الأدق والأصوب، لأنها زي ما احنا حتى متعودين في لغتنا العامية بتاعت اسكندرية، لما حد يمسك في حاجة كده بإيديه كده بالجامد يقول لك ده بيعبط فيه. فالكلمة اليونانية هي هبطو، هبطو يعني تمسك وتتشبث. فاحنا الكلمة حتى متاخدة من اليوناني وموجودة في الدرجة المصرية، إن الواحد يعبط كده في الرجلين. قديس متى أكد إن هي أمسكت الاثنين، أمسكت بقدميه وسجدتا له. إذن مريم المجدلية كان معاها مريم الأخرى، لكن القديس يوحنا ركز أكتر على مريم المجدلية وركز على الحديث اللي كان بينها وبين السيد المسيح، لكن ما ذكرش إن كان ما اهتمش انه يذكر ان كان معاها مريم الاخرى اللي هي مريم ام يعقوب يوسي اللي هي اخت الست العذراء. فكده الاحداث تمشي بشكل طبيعي، ان السيد المسيح ظهر لمريم المجدليه ومريم الاخرى في الزياره الثانيه للقبر. الزياره الاولى شافوا ملائكه، الزياره الثانيه شافوا السيد المسيح بعد ما بطرس ويوحنا مشيوا، ومريم المجدلية كانت بتعيط على القبر ومعها مريم الأخرى، وظهر لهم السيد المسيح وأمسكت بقدميه وسجدت له. قال لا ما تتشبسيش بيا كده، أنا لسه لم أصعد بعد، لكن أنا هيجي الوقت اللي حصعد إلى أبي وأبيكم، أبوه بالطبيعة والجوهر وأبينا بالتبني، وإلهي وإلهكم إله، لأنه هو بالناسوت يبقى الله الآب إله، لكن باللاهوت يبقى مساو للآب في الجوهر. وبالفعل مريم راحت هي ومريم الأخرى وبلغوا التلاميذ إن هم رأوا الرب وإن هو قال لهما هذا. ده الترتيب بتاع أحداث القيامة. بعد الظهر حدث التلميذي عمواس، وبالليل ظهر للتلاميذ وهم في العلية. نيجي بقى الحديث الكنيسة في هذا الأسبوع عن براهين أو تأكيدات حقيقة القيامة. عندنا 5 تأكيدات على الأقل واضحة جدا ولا تقبل الشك. أول حاجة ظهورات.
تاني حاجة قبر فارغ، تالت حاجة أكفان متروكة، رابع حاجة نبوات تحققت، خامس حاجة قوة حياة جديدة دبت في الكنيسة. أول حاجة ظهورات، وظهورات متنوعة زي ما قلنا، ظهر لمريم المجدلية ومريم الأخرى، ظهر بعد كده لتلميذي عمواس، ظهر للتلاميذ وهما في العلية، بعد كده ظهر لما كانوا تاني أسبوع ومعاهم توما وخلاه شافه ولمس وجس بإيده، وأيضا ظهورات أخرى ظهر لهم لما كانوا راحوا الجليل وكانوا راح يصطادوا شوية سمك وظهر لهم، دي مذكورة في يوحنا 21، وأيضا ظهر في وقت الصعود، والقديس بولس الرسول في كورنثوس الأولى 15 إصحاح القيامة المشهور قال إن هو ظهر ليعقوب وظهر لخمسمائة أخ، 500 أخ شافوه بعد القيامة، وبيقول إن لحد كتابة رسالة كورنثوس، ودي كانت حوالي بعد القيامة يمكن ب25 سنة، بيقول أكثرهم باق إلى الآن. يعني كورنثوس الأولى دي مكتوبة يمكن سنة 57 ميلادية، والقيامة حصلت في بداية الثلاثينات، يعني بعد 25 سنة كان أغلبهم حي وباقي، كانوا من الناس اللي شافوا قيامة المسيح. وأخيرا وقت الصعود ظهر لهم وباركهم وصعد. فالظهورات اللي بعد القيامة ظهورات حقيقية وعطت إيمان للرسل وغيرت من الخوف بتاعهم وأكدت حقيقة القيامة. ما ننساش كمان، ودي قالها معلمنا بولس الرسول في ديل الكلام كده، قال وأخيرا ظهر لي أنا أيضا الذي مثل السقط، يعني أنا حتى ما مش بني آدم يعني كامل، ده أنا كأني يعني جنين سقط كده غير مكتمل النمو، ظهر لي أنا الذي مثل السقط. بس ظهور البولس كان ظهور عمل أثر كبير جدا للكنيسة كلها، لأن بولس كرجل يهودي فريسي كان ورث الكلام الكاذب بتاع اليهود إنه التلاميذ أتى وسرقوه والحراس نيام، فلما يجي يمشي في السكة دي مدة ويطيد المسيحيين ويرجم ويسجن ويدور، خلص على بتوع أورشليم ورايح على بتوع دمشق، وزي ما قال على نفسه كنت مجدفا ومضطهدا ومفتريا، وبعد كل ده ويظهر له المسيح ويقول له من أنت يا سيد؟ يقول له أنا يسوع الذي أنت تضطهده. الله، يسوع ده مش مات، قالوا له إن هو مات ومطلعين كذبة إن هو قام، قال لا أنا حي وقمت. فبولس الرسول أعاد حساباته كلها، ده المسيح فعلا قام وظهر لي. تفرق بقى، يقولوا اللي يقولوا اليهود، لكن ده قام وانا شفت نوره عمى عينيا وكلمني وعارف اسمي وبيقول لي شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك انك انت تقف قدامي، هتبقى كانك بترفس مناخس، يعني اتعور نفسك، اتعور نفسك لما تقف قدام ربنا. فظهر لي، ظهر لي، وهنا ده تأكيد حقيقة القيامة، ظهورات متنوعة لأشخاص كثيرين، وأشخاص ما كانوش عقولهم ضعيفة، يعني ما كانش مخهم ده بيصدق أي حاجة، دول هم كانوا متشككين وما بقوش يصدقوا. المريمات شافوا وهم يقولوا لا، يعني بيقولوا ان المريمات بيقولوا ان هم شافوا منظر ملائكه، لكن احنا ما شفناهوش. ناس مش اي حاجه هيصدقوها. لا، ظهر بشكل حقيقي لتلاميذ كثيرين ولاشخاص كثيرين. دي اول برهان لتاكيد حقيقه القيامه. تاني حاجه
ترك قبرا فارغا. القبر الفارغ ده اللي مفهوش ريحة عفونة الموت، مفهوش أي ريحة للموت، بالعكس القبر بتشع منه الحياة وبيشع منه النور. يمكن كتير من الناس اللي ما كانوش شافوا النور اللي بيخرج سنويا من القبر بيفيض، شافوا السنة دي ازاي نور، نور غير أي نور موجود تاني في الدنيا، نور له مواصفات جميلة، منور دافي ما بيلسعش، حاجة عجيبة جدا. شفتوا انتوا طبعا نور عجيب جدا، نور ليس من هذا العالم، نور بيفيض من القبر الفارغ. مفيش قبور في الدنيا فارغة إلا لو قبر جديد بقى ما حدش يدفن فيه. أي قبر له ريحته كده، في ريحة الموت، ما عدا قبر السيد المسيح، قبر فارغ لأن الشخص اللي فيه هو رئيس الحياة، دخل وخرج منه دون أن يرى فسادا. قبر فارغ وأصبح شاهد على القيامة، أصبح شاهدا على القيامة، وكل سنة يخرج منه النور. ترتيب ربنا وإرادته زي ما انتوا شفتوا قد ايه، بيبقوا قافلين الباب وموقفين اتنين مسلمين، عيلة كده ممسكينها الموقف ده، معاهم مفاتيح ويفتشوا البطرك وهو داخل، ممثل المسيحيين وهو داخل، ويدخلوا معاه حزمة شمع، والدنيا كلها مضلمة وجميع الأنوار مطفأة وجميع القناديل بتاعت كنيسة القيامة مطفأة، ويفيض النور، والراجل يتفتش ما معهوش أي مصدر للنار أو للنور، ويفيض تفيض النار بس بشكل نور جميل ما يلسعش، وتغرق الكنيسة كلها دون أن تحترق شعرة واحدة لشخص واحد من الألاف اللي موجودين. طبعاً كان أخواتنا الشمامسة ينتبهوا إن لما الواحد لو مسك شمعة وقربها منه ومش واخد باله، على طول ولو حتى على بعد النور الصغير بتاعها ده يشيط الشعر على طول، أو لو لسع الهدوم لسعة صغيرة كده على طول الهدوم تتحرق. فما بالنا النور الكتير والنار الكتيرة اللي احنا شفتوها وما فيش شعرة من واحد بتحترق، ولا عمره ما حصل أي حاجة، لأنه نور المسيح القائم والقبر الفارغ شاهد عليه. أيضا من تأكيدات القيامة الكفن. الكفن المقدس كلنا عارفين أنه كان قماشة طويلة طولها في حدود 5 متر، عرضها حوالي 1.10 متر من الكتان يعني المنسوج نسج، 1 في 3 منسوج نسج راقي جدا، لأنه نحن عارفين يوسف رامي كان راجل غني فجايب نسيج كويس قوي. وهذا الكفن كان هو الحاجة الوحيدة الملفوف بها السيد المسيح. يعني السيد المسيح صلب بدون أي ملابس، ولما اتحط في الكفن اتحط زي ما هو كده، اتغطت ايدي خطت المنطقة دي كده، اتحط في الكفن ما كانش برضو لابس أي ملابس، ويسيب الكفن ويقوم. جسد القيامة ده حاجة عجيبة جدا، مش محتاج لبس. طبعا هم شافوه تلاميذ ما بقوش عارفينه، مع انه كان لابس طبعا، بس ملتحف بالنور. لكن لما يسيب الكفن المفروض ان هم مفيش لبس تاني، ومع ذلك ظهر للتلاميذ في كل الظهورات هو بيلبس ملابسه كاملة. فوجود الكفن ده في حد ذاته معجزة، انه يخرج بدون اي ملابس ويلاقوه في ظهوراته لابس لبسه. ايضا زي ما اكتشف العالم بعد كده في صوره بهتانه جدا مطبوعه على الكفن كانوش عارفينها، لدرجه انه هم حسوا ان كده الكفن ده فيه سر، احتفظوا بيه ونقل الى اكتر من مكان عبر عصور التاريخ. نقل لملك في حتة اسمها إديسا في آسيا الصغرى، يعني في شمال آسيا الصغرى على ضفاف البحر الأسود،
ثم نقل عدة مرات في أكثر من مكان في أوروبا وفرنسا، ورسي بقاله حوالي 5-6 قرون رسي في تورينو في إيطاليا، ملفوف محطوط في صندوق فضة موجود في الكاتدرائية في تورينو في إيطاليا. لكن هذا الكفن في الأول كان مر بعدة مراحل، وكان في فترة من الفترات في القرون الوسطى، يمكن في القرن 11 وال 12، اتحط في مكان قرب القسطنطينية، وكانوا مطبقينه بشكل يظهر فيه الصورة الباهتة لوجه السيد المسيح. الصورة مش واضحة قوي لوجه السيد المسيح، واتحكت عنها قصص بقى. الصورة دي قال لك ده في واحدة مش عارف اسمها ايه، فيرونيكا، والمسحت وش المسيح، فطلعت الصورة دي، وسموا الكفن في ذلك التوقيت المنديل المقدس أو المنديليوم. طبعا ده كلام مش سليم، لا في واحدة اسمها فيرونيكا ولا مسحت وش السيد المسيح، لم تذكر الأناجيل حاجة زي كده، ولم يذكر تقليد الكنيسة أي حاجة زي كده. وبالمناسبة لما نقول تقليد الكنيسة مش قصص بتتداول بين الناس نسميها تقليد الكنيسة، لا، مش أي قصص ألف ليلة وليلة ولا أي قصص تبقى اسمها تقليد الكنيسة. تقليد الكنيسة ده حاجات محددة، 5 حاجات محددة، مهم ان احنا نبقى فاهمين الكلام. نمرة 1 الأسفار المقدسة، نمرة 2 أقوال الآباء لحد القرن 5. أقوال الآباء جت في أقوال الآباء دي كتير قوي. نمرة 3 ليتورجيات الكنيسة، يعني صلوات القداس، صلوات المعمودية، الصلوات بتاعت وتسابيح الكنيسة. يبقى الأسفار المقدسة، أقوال الآباء، ليتورجيات، الليتورجيات بتاعت الكنيسة. نمرة 4 قوانين المجامع، بسقلية جزء من أقوال الآباء، قوانين المجامع المسكونية. مجامع المسكونية حطت نصوص للإيمان أو تعليمات أو توجيهات أو قوانين للمسيحيين، ده ضمن التقليد. يبقى الأسفار المقدسة، أقوال الآباء، قوانين المجامع، الليتورجيات، آخر حاجة ممكن حاجة بنسميها حاجة متسعة شوية بنسميها الفن الكنسي. الفن الكنسي يعني شكل بناء الكنائس، الألحان الكنسية، نصوص الألحان والنغمات بتاعتها، الأيقونات، ده جزء من التقليد، الرموز والنقوش اللي كانت بتتعمل على الكنائس، ده جزء من التقليد والتسليم. فلما نقول التقليد ما يبقاش أي قصص مذكورة في أي مخطوطة ولا في أي حاجة نسميها التقليد، لا. في تقليد الكنيسة ما جابش سيرة حاجة اسمها فيرونيكا ولا حاجة اسمها المنديل. المنديل ده ظهر في القرون الوسطى لمدة حوالي 150-200 سنة، وهو كان هو الكفن، بس الكفن متطبق بشكل معين وظهر فيه صورة بهتانة لوش السيد المسيح، فقال لك حكوا عنها قصص بقى. لكن ما فيش حاجة اسمها فيرونيكا بأكد، وما فيش حاجة اسمها المنديل، وإلا فين المنديل؟ وما جاش ذكر لهذا المنديل طول 5 قرون الأولى خالص. هو ظهر في فترة من التاريخ، الفترة دي اختفى فيها الكفن. الناس اللي بتتعقب تاريخ الكفن ما كانوش عارفين هو فين في الفترة دي، وظهر بدلا منه موضوع المنديل، لكن المنديل ده هو الايه؟ هو الكفن. في نهاية القرن 19 سمح بتصوير الكفن، وكان الكاميرات الفوتوغرافية ظهرت، فلأول مرة تظهر صورة واضحة لجسد المسيح من الأمام والخلف بالكامل، وتكتشف أن الصورة المطبوعة على قماش الكفن هي صورة نيجاتيف، سلبية. سلبية يعني الإضاءة تبقى مسودة والظل يبقى مبيض، عكس بعض.
الصورة السلبية معناها لو أنا مثلاً باخد صورة كده لوشي، الصورة الطبيعية إن أقرب جزء للكاميرا مثلاً اللي هو طرف الأنف ده يبقى منور، والجزء الخلفي بتاع الأنف ده يبقى مظلم لأنه متداري. ده الطبيعي. الصورة السلبية عكس كده، الطرف ده بتاع الأنف اللي هو أقرب حاجة للكاميرا يبقى أسود ويعني أو غامق، والجزء اللي متداري ده يبقى إيه؟ أبيض. الصورة السلبية اللي هي النيجاتيف عكس في الإضاءة العكس. اكتشفوا لأول مرة بقى، عشان كده الصورة مش واضحة بتاعت الكف للي يبص لها كده. ليه؟ لأنها سلبية. أول ما اتصورت طبعا زمان ما بقاش التصوير، ما كانش التصوير زي دلوقتي الديجيتال وحاجات زي كده، كانوا بيصور بكاميرات قديمة قوي، وأول ما بيطلع حاجة اسمها النيجاتيف، وبعد كده يعيد تصوير النيجاتيف، نيجاتيف النيجاتيف، سلبي السلبي يبقى إيه؟ إيجابي، يبقى بوزيتيف، تطلع الصورة واضحة. فالصورة النيجاتيف اللي هي الأولانية اللي المفروض إن هي مرحلة وسطى في التصوير، اتفاجئوا إن وش المسيح واضح جدا. صحيح الخلفية سودة لأن القماشة بتاعت الكفن المفروض بيضة، السلبي بتاعها يبقى أسود، القماشة سودة، لكن يعني الخلفية طالعة في الصورة النيجاتيف سودة، لكن وش المسيح واضح جدا جدا، مش بس وشه، جميع تفاصيل جسمه والتفاصيل الدقيقة بقى بتاعت الجلدات بالعدد والحربة في ناحية اليمين وإكليل الشوك والدم اللي على الشعر واللي على الشنب، تفاصيل حتى اللكمات، لأن في كدمات باينة في الوش الجميل جدا، لكن باين إنه في كدمات واضحة موجودة كانت في وشه. طبعا أثار المسامير في الإيدين مظبوطة هنا في معصم الإيد، وأثار الدم اللي نزل منها، وده بيأكد إن المسيح ما تغسلش قبل ما يتحط في الكفن، لأن لو كان اتغسل كان شريط الدم اللي نازل ده كان اتغسل، فالمسيح ما اتغسلش. الكفن ده حاجة بين إيدين أصلها يعني، فلا تقبل الشك ولا التأويلات ولا التخمينات، كل حاجة واضحة فيه. طبعا واضح برضو أنه اتصلب بدون أي ملابس تماما، لأنه مش معقول هيكون مصلوب وهو محطوط له كان لابس أي حاجة وبعد كده ساعة لما يحطوه في الكفن يشيلوها، لكن هم كان مصلوب زي بقية المصلوبين في ذلك العهد، كان بيتصلب عاريا تماما، والكفن نقلوه بسرعة على الكفن ولفوا الكفن عليه كده بالطول، فالجسم واضح كله من قدام ومن ورا لحد أثر الجلدات على الجزء الخلفي، وحتى الرجلين أثر الجلدات برضو، الرجلين طالتها جلدات، والمسمار بتاع الرجل اللي من تحت ده واضح ان الرجل الشمال كانت فوق الرجل اليمين، والمسمار واحد داخل فيهم، والرجل الشمال معوجة كده علشان تظبط فوق اليمين، ومسمار واحد. لما مات السيد المسيح والرجلين ثبتت على هذا الوضع باينة في الكفن، وهي برضو متنية كده، كل التفاصيل باينة في الكفن. لكن كيف يشهد الكفن للقيامة زي ما أنا بقول؟ أول حاجة إن الكفن لا توجد به أي رائحة للعفونة. تاني حاجة طريقة الصورة المتكونة، كيف تكونت؟ النظرية الوحيدة المقبولة اللي تتماشى مع الصورة النيجاتيف السلبية المطبوعة على الكفن هي بيسموها نظرية الضوء والحرارة أو اللفح الحراري اللي صدر من جسد السيد المسيح لحظة القيامة. إن السيد المسيح في لحظة القيامة في فجر الأحد طلع منه نور وحرارة فائقة، فلسعت أو لفحت الشعيرات السطحية من قماشة الكفن، فالجزء اللي كان قريب من الكفن زي الطرف الأنف مثلا لفح الكفن، لفح القماشة أكتر فغامق أكتر، عشان كده الصورة طالعة سلبية. والجزء اللي ورا شوية اللي متأخر ده ما سابش يعني لفح بشكل شديد،
فأصبحت اتكونت الصورة بهذه الطريقة. أولا الصورة اللي موجودة على الكفن ما فيهاش أي أثر لريشة حد بيرسم ولا أثر لأصباغ أو الكيماويات. ثانيا هي صورة سطحية جدا على الشعيرات الرقيقة السطحية من قماشة الكفن، ما هيش ديب، ما هيش دخلة متغلغلة في نسيج الكفن، صورة سطحية جدا. فيفسرها إن السيد المسيح صدر منه نور وحرارة من جسد المقدس في لحظة القيامة، فطبعت طبعت كل جسده من قدامه من وراء على الكفن. طبعا الكفن موجود وصور موجودة وفي كتب عنه، فده بيؤكد حقيقة القيامة. السيد المسيح هذا الجسد اللي كان موضوع في هذا الكفن لم يتحلل، وصدرت منه حرارة وضوء في لحظة، فعملت صورة سلبية على قماشة الكفن، أظهرت فيها كل ملامح وتفاصيل هذا الجسد. والكفن النهاردة بنسميه الشاهد الصامت أو الشاهد الحي، لأنه فعلا شاهد حي على موت المسيح وألامه بالتفصيل المطابقة تماما للكتاب المقدس، والشاهد أيضا لقيامة السيد المسيح من الأموات. ما احنا قلنا ظهورات وقبر فارغ وأكفان، أيضا نبوات تحققت. من تأكيدات القيامة أن النبوات اللي اتقالت عن قيامة المسيح تحققت، ودي اللي قالها السيد المسيح لتلميذي عمواس وللرسل. أخذ يشرح لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب من ناموس موسى والأنبياء والمزامير. وإحنا ممكن نكون يعني نركز في ذهننا مثلا ثلاث نبوات أساسية نحفظهم كده. في سفر هوشع الإصحاح السادس يقول كده: ضربنا فيجبرنا بعد يومين، وفي اليوم الثالث يقيمنا فنحيا معه. يبقى بعد ثلاثة أيام بيقمنا معاه ونحيا معه. أيضا في المزامير بالتحديد في المزمور 15 أو في البيروتية 16، لكن في الأجبية عندنا 15، يقول: لأنك لا تترك نفسي في الجحيم أو في الهوية، ولا تدع قدوسك يرى إيه؟ يرى فسادا. قديس بطرس الرسول في عظته للشعب اليهودي في أعمال الرسل قال لهم اللي بيقول الكلام ده داود، ومعروف عندنا داود إنه هو مدفون جنبنا وجسده رأى فسادا، وقبر داود موجود جنب أورشليم. لكنه بيقول عن السيد المسيح اللي هو جسده لم يرى فسادا وقام من الأموات بغير فساد. أيضا بقى في نبوات تانية زي أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت، وأيضا في نبوات كتيرة في إشعياء بتؤكد أنه قطع من أرض الأحياء ومن تعب نفسه يرى ويشبع، وكتير بقى الكلام أنه هو نحن حسبناه مضروبا ومصابا من الله، ولكنه حمل خطايا الكثيرين وشفع في المذنبين. وهو رئيس الحياة، وزي ما قال معلمنا بولس الرسول: الموت غير قادر أن يمسكه، الموت غير قادر أن يمسكه. مهم قوي إن احنا ندرس أسفار الأنبياء عشان نعرف قد إيه اتكلمت عن السيد المسيح بكل تفصيل، سواء عن تجسده أو عن ألامه وموته وقيامته. آخر حاجة من تأكيدات القيامة التي لا تقبل الشك: القوة الجديدة، قوة الحياة اللي دبت في الكنيسة، اللي خلت الشكاك مؤمن والخايف شجاع وبيجاهر. شفتوا منظر التلاميذ كان عامل ازاي؟ مرعوبين ومترسين الأبواب ومقفلين على نفسهم وخايفين. حتى المريمات هم رايحين القبر خايفين، عشان كده الملاك قال لهم لا تخفنا. الخوف ده بعد قيامة المسيح اتغير 180 درجة، بقى شجاعة، بقى مجاهرة. اليهود ياخدوهم يجلدوهم، يقولوا لهم بصوا نحن لا نستطيع أن نقول إلا بما رأينا وسمعنا، لازم نقول ولازم نشهد. قالوا لهم ما تجيبوش سيرة الراجل ده
قالوا لهم ما نقدرش ما نقدرش، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. إحنا شوفنا بإيدينا ولمسنا، خدوا قوة. ممكن واحد يشوف بس ما عندوش قوة إنه يشهد ويخاف، يقول لك لا يا عم خرجني برا الموضوع ده، مش هقدر أشهد، أنا خايف فلان يزعل، أنا خايف فلان ينتقم مني، أنا خايف. ففي واحد شايف بس خايف، وفي واحد خد قوة وشجاعة إنه يشهد للعالم كله باللي شافه، لأنه خد قوة. القيامة دي قوة دبت في التلاميذ، وده من أهم تأكيدات القيامة. بص المنظر التلاميذ قبل القيامة ومنظر التلاميذ بعد القيامة، ده بيؤكد القيامة. بقى لو ناس كاذبين كذبة وراحوا سرقوه كانت تبقى فيهم القوة دي؟ مش ممكن طبعا، ده دايما الكذاب ضعيف ومهزوز من جواه. من أخطر آثار الكذب على النفس إن هي بتهزها من جوه، تلاقي الإنسان يتهز ويبقى جبان ويضعف. عشان كده الكذب خطير، محدش يستهون بيه. اللي يقول كلمة الحق يتقوى يبقى شجاع، لكن اللي يكذب يبقى ضعيف ومهزوز. بقى لو هم سرقوه وبيكذبوا بيقولوا إن هو قام، كان هيبقى فيهم القوة دي؟ قوة القيام مثلا معلمنا بولس الرسول اتضرب واتسجن ظلم وبيتحاكم قدام ولاه، وجم اليهود يناقشوه قدام الوالي، فالوالي يعني ما تابعش الحديث بشكل كامل لكن فهم المحور. محور الحديث كان ايه؟ الوالي بينقل للملك أغريباس بيقول له الموضوع كله عن واحد اسمه يسوع مات وبولس يقول أنه حي. إيه دي القضية اللي هم مختلفين فيها وعايزين يقتلوه بسببها؟ واحد اسمه يسوع مات وبولس يقول أنه حي. هي دي القضية الكبرى في المسيحية، إن المسيحية غلبت الموت، لأن إلهنا غلب الموت وأعطانا قوة حياة تغلب الموت. فالقوة دي اللي دبت في الكنيسة ده تأكيد حقيقي لحدث القيامة، لأنه من غير القيامة ما كناش نبقى في القوة دي، ولا كانت المسيحية تنمو، ولا الشهادة تبقى سهلة كده وبمنتهى القوة وبمنتهى الشجاعة. كانت الشهادة هتبقى مهزوزة وضعيفة وتدفن بسهولة. لكن حد النهاردة الكنيسة شاهدة بقيامة السيد المسيح، لأن بتدب فيها قوة القيامة. فالقيامة حقيقة بتؤكدها لنا الكنيسة، ظهورات بتؤكدها، قبر فارغ بيؤكدها، أكفان موجودة بين إيدينا لحد النهاردة بتؤكدها، أيضا نبوات كثيرة بتؤكدها، وأيضا قوة جديدة دبت في الكنيسة بتؤكدها. ولا تزال هذه القوة تحيي الكنيسة حتى اليوم، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.